أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في الهيئة نت: على يد مسؤوليها اختلاس مبلغ يفوق 15 مليار دينار من دائرة صحة محافظة الأنبار. وفي المدى تدخل أمريكي يلزم مكونات كركوك بتقاسم السلطة والعودة لما قبل 2014. ونطالع في كتابات الحشد الشعبي يفتتح مكاتب لنشر التشيع بالأنبار. ونتصفح في الجزيرة النت: تحقيقات مولر شرفت على الانتهاء وترقب لتقديم التقرير النهائي. ونطلع في العرب الجديد: الاستخبارات الأمريكية لا يزال لدى داعش الآلاف من المقاتلين. ونقرأ في القدس العربي: مديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي. ونطلع أخيرا وليس آخرا في الحياة: أوروبا تستعد لتفعيل آليتها مع إيران، وأمريكا تهدد منتهكي عقوباتها. أهلا بكم. يحتدم التنافس بين الجماعات والكتل والأحزاب الشيعية على الأمانة العامة للعاصمة بغداد، ويسعى كل طرف على الاستحواذ على منصب الأمين الذي يبيض ملايين الدولارات سنويا. ويبرز في هذا المضمار معسكر عمار الحكيم ومقتدى الصدر الذي يقاتل لتعيين عبد الحسين عبطان أمينا للعاصمة، وكل مؤهلات الأخير أنه من أتباع الحكيم واشتغل عندهم طوال سنوات لجوئه في إيران، ولا يملك شهادة مدرسية معترف بها، والذين كانوا يزورون طهران ويلتقون مع محمد باقر الحكيم وشقيقه عبد العزيز يعرفونه جيدا. عن هذا الموضوع وهذه الصراعات كتب هارون محمد في موقع عربي 21. وواضح أن عمار الحكيم وهو يريد ضم أمانة بغداد إلى إقطاعيته الكبيرة بعد أن نجح في الاستحواذ على وزارة النقل وصارت من حصته، أنه يتطلع إلى تنويع موارده وتوسيع استثماراته، فهو حوت لا يشبع ولا يستحي أيضا. وبالتأكيد فإن حصول عمار على أمانة بغداد سيوفر له سيولة نقدية من العمولات والمقاولات، خاصة وأن موازنتها الجديدة للعام الحالي تبلغ ملياري دولار، ويضمن له أيضا فرصا ذهبية للحصول على المزيد من الأراضي الحكومية والمنشآت البلدية والمرافق الخدمية وجراجات السيارات، بعد أن تحولت هذه المؤسسة التي عمرت بغداد وحافظت على جمالها على امتداد أكثر من 80 عاما إلى وكر يعج بسراق المال العام من مسؤولين فاسدين ومقاولين فضائيين، بعد أن تسلط على إدارتها عقب الاحتلال خليط من أتباع آل الحكيم وحزب الدعوة والتيار الصدري، تنافسوا على تخريب بغداد وأجهزوا على البقية الباقية من شوارعها السريعة وأنفاقها الرحبة. يقول الكاتب: لقد صارت بغداد تحت حكم الأحزاب مدينة تأتي ضمن أسوأ المدن في العالم، كما تشير إحصائيات المنظمات الدولية المتخصصة في تقييم عواصم الدول لكثرة تلول النفايات والمجاري الطافحة والمستنقعات الراكدة والشوارع المخسوفة والأرصفة المتكسرة ومياه الشرب الملوثة وغياب الخدمات وفقدان الأمن والأمان فيها، وضاعت جهود جبارة بذلها أمناؤها السابقون، بحسب الكاتب. أقرأ في البصائر: أنتج تسليط الضوء على الحراك العسكري المكثف والمستمر لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق فوضى على مستويات عدة، ما بين مغالطات يراد تثبيتها في الواقع وأكاذيب مرحلية ترمي إلى عكس اتجاه التيار، وتشوهات في التصورات تجعل من تلك الفوضى محل قلق كبير لدى الجماهير والنخب، رغم أنها ما تزال في حظيرة الكلام والتصريحات المعزولة عن الواقع. عن المقاومة واستمرارية الاحتلال في العراق كتب جهاد بشير في صحيفة البصائر العراقية:
لا يمكن احتواء هذه الفوضى وكبح تداعياتها إلا بالعودة إلى الحقيقة الكبرى التي يتغافل عنها الكثيرون. ولكي يكون المنطلق في الحديث عن هذا الشأن نابعا من الواقع ليسهل تفكيك الخطاب الفوضوي، لابد من استحضار هذه الحقيقة، وهي استمرارية الاحتلال الأمريكي وديمومة مشروعه في العراق دون انقطاع، الأمر الذي يبقي حق المقاومة قائما على نسق واحد كما بدأ قبل 16 سنة خلد، ويعطي انطباعا عن أصحاب هذا الحق فيميزهم من أدعيائه. ومن هنا فإن الحديث عن عودة القوات الأمريكية محض وهم يعكف رعاة المشروع الاحتلالي بشقيه العسكري والسياسي وأتباعه على ترويج لغايات عديدة سيأتي بيانها ضمنا. ادعاءات الميليشيات الطائفية وثلة من الشخصيات المنصهرة تماما في المشروع الأمريكي بتبني خيار المقاومة لا تعد أكثر من كونها كتلة غير سوية من المواقف والتصريحات التي تجمع من المتناقضات أسوأها. يختم الكاتب: الحقيقة أن فكرة التخلي عن مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي بدعوى أنها تصب في صالح النفوذ الإيراني قديمة، بذل متبنوها جهدا كبيرا منذ النصف الأول من عمر الاحتلال، واطلع سياسيون كثر وأحزاب لهم منافع ومصالح شخصية شتى وللعمل على تعثر المقاومة وتقييد حركة فصائلها، فمارسوا سياسة التأليب الماكر الذي يستدعي العاطفة الطائفية من خلال تشويه الأهداف واستعراض أضرار أصابت حاضنتها بالأحرى ولم تكن هي سبب فيها إطلاقا، فأدوا في ذلك دور المستخدم المبتذل الذي لم يكن يحسب أنه سينتهي بعد حين فيجد نفسه يبحث عن مأوى ولو كان هامشيا فلا يناله. بات الانتحار ظاهرة تحصد العديد من أرواح الشباب في العراق باستمرار بعدما كان نادر الحدوث وسط مجتمع عشائري يتمسك بالتقاليد والأعراف والذي يرفض مثل تلك الممارسات. وبحسب إحصائيات نشطاء ومنظمات حقوقية وإنسانية لا يكاد يمر شهر واحد على الأقل بدون تسجيل حالة انتحار أو أكثر في إحدى المدن العراقية، لا سيما وسط وجنوب البلاد، بحسب تقرير نشرته صحيفة العرب الجديدة. وأعلنت منظمة حقوقية في محافظة ديالى أن المحافظة شهدت 53 حالة انتحار خلال 2018. وقال مدير منظمة ديالى لحقوق الإنسان طالب الخزرجي في بيان صحفي: سجلت منظمتنا من خلال دراسة معمقة 53 حالة انتحار في ديالى العام الماضي 2018، انتهت 50 منها بالوفاة، بينما أنقذت حالتين لأناث وواحدة لذكر بوقت قياسي. وعزت المنظمة أبرز أسباب تلك الحالات إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبطالة ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن غالبية أعمار المنتحرين تراوح ما بين 17 إلى 25 عاما. بدورها قالت الحقوقية منال محمود للعربي الجديد: إن نسب الانتحار ارتفعت بين الشباب ذكورا وإناثا نتيجة لأسباب عدة، أولها الاستخدام القاطئ لوسائل التواصل. وأضافت أن من دوافع الانتحار أيضا تعاطي الشباب للمخدرات والكحول والضغوط التي يتعرضون لها نتيجة عدم وجود خدمات وتعيينات، فضلا عن الاضطرابات النفسية ما يؤدي إلى عدم شعور الفرد بقيمة الحياة. حتى السنوات القليلة الماضية لم يكن الانتحار مألوفا إطلاقا في المجتمع العراقي الذي يحترم العادات والتقاليد باستثناء بعض الحوادث المتفرقة والشاذة. وسبق لمفوضية حقوق الإنسان العراقية أن أعلنت عن زيادة ملحوظة بمعدلات الانتحار في عموم العراق منذ 2013، وأرجعت ذلك إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وغيرها، مشيرة إلى أن عدد حالات الانتحار في محافظة ذي قار في جنوبي العراق خلال عام 2018 بلغت 59 حالة، كما شهدت محافظة البصرة تسجيل 3 حالات انتحار منذ مطلع العام الحالي في 2019. ماذا فعلت مجالس المحافظات في الوطن؟ سؤال وجيه.
قبل أن أجيب على هذا السؤال الذي يحير 30 مليون مواطن عراقي، اسمحوا لي أن أنقل لكم عبارة مثيرة وعظيمة قالها النائب التكنوقراط هيثم الجبوري وهو يرد على سؤال لمقدم أحد البرامج: عدم تصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمها عادل عبد المهدي لشغل وزارة العدل والتربية. ولأن السيد هيثم الجبوري يرأس ائتلاف كفاءات فلا بد أن يقدم لنا تصريحا كفوءا يليق بكفاءته مثل كتلته، حيث أخبرنا بالسر وراء عدم التصويت قائلا: آخر جلسة بالفصل التشريعي مثل آخر درس بالمدرسة، نصها تلقاها فالته، نصها تلقاها فالته. مقال ساخر للكاتب علي حسين في صحيفة المدى العراقية. مع مثل هذه التصريحات غير المسؤولة من حق العراقيين ألا يبالوا باجتماع برلمانهم الموقر وألا يقعوا في غرامه، والسبب لأن بضاعته قديمة وبالية ولا تناسب مطالب الناس بالعدالة الاجتماعية وبالإصلاح السياسي، فهي بضاعة مزيفة لا يمكن لمواطن ذكي أن يقتنيها. وبالعودة إلى معركة كسر العظم التي تحدث في مجالس المحافظات، وكان أولها أن القوى السياسية اكتشفت أن العاصمة تحتاج إلى دبل محافظ، ولا تنتهي طبعا بمحافظة واسط التي أصبح عدد محافظيها 3 بالتمام والكمال. وكان أبرز مشهد للديمقراطية العراقية أن تخرج عشيرة المحافظ المقال محمد المياحي وهي تندد وتتظاهر وتحذر من انتزاع كرسي المحافظ من ابنها البار. كان الناس يتطلعون لتشييع الوجوه الكالحة لبعض أعضاء مجالس المحافظات إلى مثواها الأخير، وأن يهدي الله الكتل السياسية والحكومة المركزية إلى اختيار محافظين تتوفر فيهم صفات الشهامة والرجولة والسمعة الطيبة، محافظين يدفعون عنهم البلاء وليس عن مصالحهم الخاصة فقط، ويحتمون بالحصانة الوظيفية ضد الفساد، لا أن يستثمروها في الرقص مع الفساد، يلبس بعضهم عباءة الفضيلة ليداري الرذيلة، ولكن روائح فسادهم الكريهة ملئت أروقة مؤسسات الدولة وتسربت منها إلى الشوارع والأقضية والنواحي والمدن أيضا، وتحول بعضهم إلى مصيبة وقعت على رؤوس الناس البسطاء، محافظين ورؤساء مجالس، رؤساء مجالس محافظات يحتمون بالمناصب والوجاهة الاجتماعية والسطوة. صار من المألوف ومع أول زخة مطر تطفح المجاري وتغرق الشوارع والساحات العامة وحتى البيوت والمدارس والأماكن المقدسة في مشهد يجسد فساد المسؤولين، ونحن في العقد الثاني من هذا العصر، عصر التكنولوجيا الرقمية، لماذا تغرق بغداد؟ سؤال طرحه الكاتب هاشم حسن التيميمي في مقال بصحيفة الزمان العراقية. للإجابة عن هذا السؤال نقول: وللأسف هدرت مليارات الدولارات على مشاريع عملاقة للصرف الصحي في مقدمتها خط زبل العملاق، ويفترض دخوله الخدمة من 6 سنوات، لكن مجموعة من الحوسمتشية استولوا على خط مساره الأصلي وشيدوا عليه مساكن على أرض حكومية اغتصبوها بقوة الميليشيات، وللأسف سندهم أعضاء في مجلس النواب لاستمالات انتخابية وعشائرية وطائفية. والأمر الآخر غياب الرقابة وعدم متابعة أعمال شركات ومقاولين يقومون بفرز غير رسمي للوحدات السكنية، ويشيدون وحدات صغيرة تجارية ويتولون بأنفسهم الربط بخطوط مياه الشرب والمجاري والكهرباء بطرق بدائية تؤدي لانسدادات وحفر للشوارع تنتج عنه مطبات وتخسفات، ناهيك أن تعبيد الشوارع بزفت مغشوش ويتم الإكساء خارج المواصفات المهنية، مما يعرض الشوارع للتآكل بمجرد تعرضها للمياه، وتحدث بدون حرج عن الأرصفة الوسخة المرصوفة بشتايجر بائس تختفي ألوانه بسرعة ويتكسر بعد أسابيع قليلة، وفي كل مرة نكرر العمليات ونهدر المليارات. نقول لصناع القرار: إنه من المخجل أن تشهد المدن السومرية والآشورية قبل 6000 سنة إكساء الشوارع بالقير
وما زالت آثاره ظاهرة حتى اليوم مع شبكات للمجاري ما زلنا نحلم بها، ولا تستطيع حكومات المحاصصة تحقيقها لجهلها وفسادها. أيها الناس، القضية لا تحتاج لعبقرية. افصلوا مياه الأمطار عن خطوط المياه الثقيلة مع إدامة كاملة للصيانة وردع للمتجاوزين حتى تكون لنا مدن نظيفة وشوارع مريحة. بعيدا عن السياسة، يقينا لا ثورة من دون تناقضات أساسية تشمل كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أيضا تؤدي هذه التناقضات إلى الشعور بالظلم والقهر. خاضت القوى الوطنية الإيرانية صراعا طويلا مع ذلك النظام، توج بسقوط الشاه وخروجه من البلاد، لكن الثوار الحقيقيين لم يتم تنصيبهم كزعماء جدد للبلاد، بل قضى الكثير منهم على يد النظام الجديد وهرب آخرون إلى بلاد أخرى خوفا من بطشه. لكن السؤال الكبير الذي يهمنا نحن العرب والذي يطرح نفسه أكثر من أي وقت مضى هو: ضد من هذه الثورة؟ سؤال طرحه الكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربية. وإذا كان التاريخ القديم قد أثر بشكل كبير في صناعة السلوك الإيراني الذي رأيناه، فإن وصول العنجهية الإيرانية إلى أقصى مدياتها كما نراها حديثا إنما هي بسبب حدثين مهمين حصلا بالنسبة لها. الأول هو الحرب العراقية الإيرانية التي حطمت الغطرسة الإيرانية في أوج فورتها. أما الحدث الثاني فهو غزو الولايات المتحدة الأمريكية أفغانستان والعراق، حيث شعرت بأنها باتت مطوقة، فأصابها القلق على المصير، وهو هاجس مهم وكبير. وكي تشفى من تأثيرات هذين الحدثين شرعت بصناعة وسائل لها في المنطقة. ففي عام 1988 بدأت مع حزب الله كوسيلة لها في لبنان، وكان أول قوة مسلحة عن بعد. وعندما حصل غزو العراق أتت الفرصة التاريخية لها كي تملأ الفراغ في الهلال الخصيب والعراق، وفيه أنشأت وسيلتها الثانية الموجهة عن بعد، وهي الحشد الشعبي الذي بات يشكل عامل ضغط سياسي وعسكري على كل الأطراف السياسية داخل العراق، ومرفأ تصدير ميليشيات تقاتل في كل مكان تقرر التدخل فيه طهران. الكاتب يقول: وإذا كانت إيران قد باتت اليوم ليست إيران في عام 1979، وأنها كذلك ليست إيران بعد غزو أفغانستان والعراق، فإنها بالتأكيد ليست إيران بعد الحرب على ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. فبعد هذه الحرب باتت لديها القدرة على التأثير في الموصل العراقية وحمص السورية وصولا إلى لبنان، وهذا يعني أفقا مفتوحا مباشرة من طهران إلى بيروت، إضافة إلى تأثيرها في اليمن والبحرين، كما أنها استفادت كثيرا من خبرة القتال إلى جانب قوة عظمى هي روسيا، وتطورت العلاقة بينهما إلى مسار أعمق من قبل رغم الهواجس التي يحملها كل طرف تجاه الآخر. شرع فريق دولي من الأثريين في عملية بحث بهدف استرداد ما يمكن استرداده من آلاف القطع الأثرية العراقية. وأوضح برونو ديسلانس مهندس الصيانة في اليونسكو: نحاول استرداد الكثير من القطع الأثرية ونحتاج إلى كل الموارد المحلية والدولية للعمل. لا يستطيع العراق على القيام بهذه العملية بمفرده طبعا. وكان ديسلانس يتحدث في ورشة عمل بالمتحف الوطني ببغداد عقدت تنسيق الجهود الدولية لاسترداد الأثر. وقال الخبير الدولي: عندما تؤخذ قطعة أثرية يمكننا توثيق البصمة التي تتركها، مضيفا: نحن نوثق هذا بدقة شديدة، وبالتالي يمكننا استعادتها بكل سهولة عندما نجد قطعة في أوروبا أو مكان ما تضاهي هذه الخصائص فيمكننا استعادتها. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى الملتقى.